هذا يسأل يقول إن واحد أعطاني زكاة أوزعها وأنا فقير، أنا فقير، هل يحق لي أن يأخذ منها شيء؟ لا، ما يحق لك إلا بإذن صاحبها، تخبره بأنك فقير وأنك مستحق، فإذا أذن لك تأخذ منها خذ، أما أنك تأخذ بدون إذنه فهو ما أعطاك إياها لك، معطيك إياها توديها للمحتاجين. نعم. والوكيل ما يأخذ لنفسه شيء، الوكيل ما يأخذ لنفسه شيء.